بحسب مصادر هنالك 53 مليار تم تسليمها الى محافظه نينوى، وايضا 126 مليار تم تسليمها الى مجلس محافظه نينوى. الان سوف نسال المواطنين حول اليه استخدام هذه الاموال التي ربما لو استخدمت في المكان الصحيح لسوف يتم تعمير الايمن، وايضا لدينا جسور والبنى التحتيه. اذا نحن الان امام مفترق طرق، امام الشفافيه، وامام ايفاء الحكومة المحلية بالوعود وأيضا المركزية بالوعود التي قطعوها لأهالي الموصل، لأن الموصل تريد أن تنهض من خلال الإعمار ومن خلال هذه الأموال المقدمة لنينوى. والله من ضمن الفساد اللي شاع بالمدينة، يعني على تقديري 95% من الأموال اللي تدخل بالمدينة تتسرب إلى جهات يعني معروفة لدى الجميع، هي ما راح يتم بها أي إعمار المدينة، وهذا اللي نلاحظه احنا بداخل المدينة. الاعمار نسبه الاعمار اقل من 5% ولا تكاد تصل 5% طبعا، ايه، وماكو احد يحاسب من قمه الهرم الى ادنى مسؤول، وهذا حال جميع المحافظات مع الاسف الشديد. الحل يعني الحل والله صعبه طبعا، اذا ما احنا واحد يعين الله طبعا من المسؤول الى ادنى فرد صعبه جدا انه يوجد حل. الحل يعني بالاعلام مرات نقول انه عندما تصرف الاموال ناتي باللجان تتابع الاموال هاي. المشكله اللجان اللي عاد تختص بهاي المساله كنزهه او غير نزهه، هي قمه الفساد موجود بداخلها. يعني ما الدوله ما تهيئ اللجان النزيهه او المتخصصه لمتابعه هذه الامور. عندنا شلون ما عندنا يعني ذاك الجانب هوايه بناس مدمره محتاجين. ايه زين، عندنا يعني مشاريع كثيره عندنا. تمام. مو المفروض يعلنون عنها؟ صح صح، لان المفروض انه يساعدون الناس يعلنون عن هاي المشاريع حتى شويه ننهض بعض البلد، محتاجين احنا هوايه يعني فرص للعمل للشباب وهاي الشغلات. اي والله لازم اعتيادي، لازم يصرحون، لازم يلتقون بالناس، لازم يقومون بترميم هالمدينه، اعمارها من جديد، لازم تقوم نينوى من جده وجديد. يعني ايه يعني المفروض شو يسوون بيها؟ المفروض يدعمون المواطن، يدعمون التعويضات للشهداء، للهل المعوقين المضررين الى اخره، يعني كلها بحاجه الى يعني انه محتاجه الى مشاريع. اي مشاريع، مشاريع ضخمه يعني لازم نحاول ان نستثمر بها احنا لكي نعيد الحياه الى مدينتنا حتى ترجع المدينه مثل قبل واحسن، والمدينه لا تنهض الا بجهودنا. هاي الاموال اللي تم صرفها الى نينوى غير يطلعون المسؤولين يعلنون عنها؟ ايه المفروض لازم المسؤولين لازم يقومون، هم يعني هم مثل ما نقول روح المدينه اللي يقومون ويداعون بامور يعني ابسط الامور لكي تعيد الحياه الى المدينه. والله احنا نتمنى انه يظهرون المشاريع والفلوس، لان المحافظه بحاجه الى المشاريع، ونريد نعرف انه هاي الفلوس وين تنصرف وين تروح، فيظهرون الحسابات. شو الحكومه يقولون احنا سلمناهم فلوس، شو احنا ما نشوف اعمار يعني حقيقي وجسور مضرره الجانب الايمن. فالموصل حالها يعني تنظر الشباب عطال عن العمل، يعني نريد من الحكومه انه تبين هاي الموقف مالها، تبين الاموال وين تروح وين تنصرف يعني. وان شاء الله احنا نريد ان الحكومه انه تنظر الى الشباب العاطلين عن العمل، انه يوفروا لهم تعيينات شباب ولا حتى الناس تشتغل شويه تمشي امورها، لان الظروف حيل صعبه وتعبانه يعني.